انا معايا مكرونه مسلوقه اللي هي الفوسيلي دي اللي هي السوسته، تمام، ظريفه جدا جدا تحفه. في منها اللي لونها بامبا دي اتسلقت في ميه بنجر، وفي اللي هي البيضه العاديه خالص كميكس يعني لو تحبوا. تمام، ميه البنجر هتعمل لنا اللون المكرونه لونها بامبا كده، ظريفه جدا. كيس بقى كيسين بس، هو كيس حلو قوي كفايه ان انت تسلقيه، وطبعا نص سلقه تكون المكرونه بتقرش شويه، دي كده بتبقى احلى عشان ما تبقاش مهريه، او لو اتبقى حبه سلطه تحطيهم في الثلاجه ما تلاقيهاش اتهرت وبقت طعمها كده تحس انك بتاكلي نشا، لا تبقى حلوه وماسكه نفسها. هنحتاج كمان شرايح من الزيتون الاسود، ممكن نستبدله بالزيتون الاخضر حسب ما تحبوا. معايا فلفل الوان برضو متقطع شرايح، ممكن لو فلفل الالوان مش متوفر ممكن الفلفل الرومي الاخضر بس مفيش مشكله، بس طبعا الفلفل الالوان كل لون فيه ليه فايده وقيمه غذائيه مختلفه عن التاني، فهو بس مش مجرد الوان، لا ده قيمته الغذائيه حلوه جدا لكل لون فلفلايه فيهم. معايا دوره صفراء متفصصه، معايا جزر مبشور وبصل اخضر متقطع صغير. ده كده ايه المكونات. هنحتاج بقى نعمل لها الدريسنج بتاعها بتاع السلطه، زيت زيتون، عصير ليمون، بقدونس مجفف، وملح وفلفل. زيت الزيتون هنحط تقريبا على الكيس الكبير ده بالمكونات دي في حدود 4 معالق كبار من زيت الزيتون، معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقه صغيره من البقدونس المجفف، لو مش موجود نستبدله بالبقدونس الاخضر الحلو بتاعنا مفيش مشكله خالص، وملح وفلفل اسود وبس خلاص. هنجيب بولة كبيرة علشان نحضر فيها الدريسنج قبل ما نحط عليه بقى مكونات السلطة. انا هحط الزيت كده اهو، هستخدم زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون هيعمل طعم حلو قوي في السلطة. لو مش عندك وعايزة تستخدمي الزيت العادي مفيش مشكلة هينفع اكيد يعني. ملح، فلفل اسود، وهنحط ايه معلقتين كبار حلوين كده من عصير الليمون، والبقدونس المجفف معلقه صغيره او معلقه كبيره من البقدونس الاخضر العادي بتاعنا مفيش مشكله. ده كده الدريسنج بهذا الشكل الظريف اهو. نبتدي بقى نحط عليه المكونات كلها. هنحط بقى الذره، الذره الصفراء، هنحط الجزر، الفلفل الالوان، والبصل الاخضر. السلطه دي ظريفه جدا يعني ممكن تنفع كده ما بين الوجبات. والزيتون الاسود، ونقلب الكلام الحلو ده مع الدريسنج، وبعدين نحط المكرونه كده. طبعا هي تتاكل كده لوحدها اصلا كمان من غير مكرونه يعني لو تحب، طعمها ظريف قوي. ونحط بقى ايه المكرونه المسلوقه الحلوه دي كده، ونقلب. بصوا الجمال والالوان الحلوه. عايزه اقول لكم كمان ان نفس السلطه دي ممكن تضيفوا عليها مكعبات من الجبنه الفتة هتبقى حلوه قوي. ممكن كمان تضيفوا معاها عيش توست محمص متقطع مكعبات، او عيش لبناني، او حتى العيش البلدي بتاعنا بس تكوني مقطعاه كده مكعبات صغيره، ودهناه دهنه خفيفه من الزيت، وفي الفرن يتشوي كده شويه ويتحمص، فظيع، هيبقى معاها برده تحفه جدا. ان شاء الله تعجبكم. وهي سلطه قابله لاضافه اي حاجه يعني، حتى كمان تقدروا تحطوا عليها فراخ، حتت من الفراخ المشويه، مكعبات من الفراخ، هتبقى برده حلوه قوي قوي. صدر الفرخه كده لو مشوي ولا حاجه فظيعه. هنغرفها بقى في طبق، الطبق الكبير الحلو ده، كده